مصطلح عقيدة مصطلح انتشر في الأونة الأخيرة، وهذا المصطلح قال عنه الإمام مالك أنه هو بدعة في الدين ما بيعترفش بيه، ولأنه ظهر بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات عديدة. الحقيقة أن بعض المسلمين الآن بيقسموا بعضهم أو أنفسهم إلى أقسام عديدة، وبيقول أنه مش من حق أي حد يتكلم في الدين، وأن العلماء بس هم من حقهم يتكلموا في الدين، رغم أن الإسلام ده نزل على ناس أميين. يا ترى العقيدة من حق الإنسان أن يقسم على أساسها أديان الآخرين، أم هو تعدي على حدود الله وعلى حدود الإنسان الآخر؟ أنزل الله القرآن في ليلة عظيمة جداً، ليلة اشتد فيها ظلم الإنسان لأخوه الإنسان، واتخذ الناس بعضهم أربابا من دون الله. أنزل الله القدر، تختلف الملل والنحل والأديان في أشياء كثيرة جدا، حتى أن بعضهم يدعي أن الآخر لا يعبد الله. فنرى أن بعضهم يقول لا، ده اليهود مثلا إلههم اسمه يهوى أو إلهيم، ونيجي مثلا نلاقي الأزكية جدا برضو من اليهود بيقولوا ده احنا عندنا بقى البرهان أن المسلمين إلههم ما هوش الله، ده حتى تبص عليهم هم في الكعبة هم بيكلموه بيقولوا له اللهم، ما اسموش الله، اسم اللهم. فالاختلافات موجودة كثيرة جدا، الاختلافات مع شديدي الذكاء والعلم ليس لها جدوى، وكلنا في الآخر في حاجة واحدة بس بنتفق فيها، ان احنا كلنا ابناء آدم وكلنا انسان، وليس من حق انسان ان يتطاول. من الأسرار التي ينكرها المسلمين في دينهم ان القدر اللي بيقيسوا عليه إيمان وإسلام المسلم هو العقيدة. الحقيقة العقيدة ما كانتش موجودة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيش حاجة اسمها العقيدة. ليه؟ لأن العلماء بعد النبي عليه الصلاة والسلام زي الطحاوي ابتدوا أن هم يعملوا حاجة زي سكوك الغفران، عقيدة، عقد صغير، وهذا العقد الصغير بقى هو ده القدر اللي بنقدر عليه ده مسلم ولا مش مسلم. لاهوتية بعض الأئمة فاق ما كان يتخيله الإنسان، فنجد أن بعض الناس بيقسموا المسلمين إلى سنة وشيعة على أساس مذهبي كتبوا هؤلاء العلماء بيديهم. والحقيقة أن سكوك الغفران اللي بيكتبها هؤلاء العلماء أو العقيدة اللي كتبها هؤلاء العلماء بتفوق سكوك الغفران اللي كتبها بابوات الفاتيكان، يعني كانوا عندهم بيقولوا هو الصك اللي ما بيمشي على الصك ده بيمشي ما بيقاش تبعنا وبندخله النار. كذلك أيضا هؤلاء العلماء يعني لاهوتيتهم عند بعض الناس ان اللي ما بيمشيش على العقيدة اللي كتبها هذا العالم بيعتبرهم مش مسلم، لا ده كمان بيقولوا ده كافر، وكمان ايه، لا ده بيعلنوا حرب عليه، فتكون في حرب ما بين المسلمين وبعضهم، وفي تسميات مذاهب وملل. ذيل الحنبلة والحنفية، ما حدش يسمي حد ذيل ولا حد يسمي التاني حنفية لما يكون التاني حنفية، ولكن هذه التقسيمات الملية والمذهبية ما هياش موجودة. نفسه حق الواحد الديان، فيكفر من يكفر لأنه خالف الصك اللي هو بيعتقد فيه العقيدة دي. وأول هذه العقيدات اللي ظهرت كان اللي كتبها واحد مصري من قرية اسمها قرية طحة، مش عارف قرية طحة البطيخ ولا طحة المرج. وهذا الرجل الطحاوي كان 300 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما مات، واشتهرت لما في واحد اسمه ابن القيم 700 سنة بعد النبي قال إن هي نفاتة عقده، يعني الصاروخ النفاثة في العقد. كانت ألفاظ هذه العقيدة الطحاوية ألفاظ مكلكعة جدا، فتكلمت عن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتكلمت عن علاقة الرب بمربوبه. ليه بقى؟ عشان نشرح لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربما كان كلام هذه الأشعار من زمن آخر فبيصعب على بعض الناس، فبنلاقي بعض الشروح ليه زي مثلا الأسئلة النقدية على العقيدة الوسطية والتعليقات الزكية على العقيدة الوسطية والمحاضرات السلفية في العقيدة الوسطية. ده غير الروضة الندية في شرح العقيدة الوسطية والتنبيهات السنية على العقيدة الوسطية. ما
أطولش عليكم، إحنا في رمضان لا تفتصوا مني، وربما أراد البعض أن يقوم يأكل الملوخية بالتقلية. هم 16 شرح لهذه العقيدة، وطبعا لما تقرأ الشرح كل شرح فيهم يعني تعقيداته أكتر من نفس هذا الشعر بتاع العقيدة، أو إن كان دي الوسطية أو الطحاوية. مش عارف فين أحد قمة الفزلكة والعلم والعلماء كانت في عهد السلف الصالح ابن القيم وابن تيمية، وعندها كانت أدنى درجات عصور الدولة الإسلامية وتدهورها عندما ذبح السلطان العباسي وأهله في بغداد على يد المغول. ذبح المفروض بقى ان احنا نعيد الكرة ونعمل زيهم بالضبط. وخد بقى عندك الإكراه في الدين، الثمار الشهية في شرح العقيدة الوسطية لازم، والله ما انت لا 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 انت حطت طبعا الإكراه في الدين كان قمته عندما يفرض علينا البعض الثمار الشهية في شرح العقيدة الوسطية. ما هتطفح ولا مش هتطفح، هي الثمار الشهية. طب يا سيدي انا اصلا معيارك ده وقدرك ده اصلا لا يساوي شيء عندي، انا المعيار عندي اعظم من ذلك بكتير، معياري هو كلام ربنا، هو ده القدر اللي احنا بنحدد عليه، وبذلك انت ترفض هذا المقدار وهذا المعيار وهذا القدر، فانت مطرود من رحمة ربنا وانت كافر وانت مخالف للعقيدة. طب ورمال انت من اعطى لك هذا الحق؟ ليس من حق الانسان ان يحاكم الانسان او ان يعطي نفسه حق الهي او ان يعطي لاحد الائمة حق الهي ويحاسب الاخرين. وتبدأ العقيدة الطحاوية بكلمة هذا بيان من أهل السنة والجماعة. مين هم أهل السنة والجماعة دي؟ ما احناش عارفين. ومين اللي اجتمعوا معاه؟ حتى لو اجتمع مع أهل الأرض كلهم، هل يعلو كلامهم على كلام الله؟ ما سمعناش عن مسلم ولا مسيحي اسمه ديان، سمعنا عن يهودي مش ديان. حتى ديان عند اليهود معناها ان هو بيدين الناس بالفلوس مش بيدين الناس بدينهم. لا ينتقص ايمان الذمي الكافر كلية ولكن جزئية. انا الحقيقة مش عارف ازاي دي، يعني ازاي ننتقص ايمان ذمي فاسق جزئية؟ يعني صدر ولا ورك؟ احنا مالنا؟ هو احنا الواحد الديان؟ وان الذين يتوسلون بالاولياء، اولياء الله الصالحين او باهل البيت، برضو مش عارف ايمانهم ايه، وفي ناس بيكفروهم. طب دلوقتي احنا عايزين نعرف سؤال، يعني هل من تمام الوحدانية لله وتوحيد الالوهية وتوحيد الربوبية ان نكفر من توسل بالصالحين وان نسمع في ذلك كلام الصالحين الاخرين الذين يكفرونهم؟ يعني احنا بنقول دول كفر علشان بيعلوا مرتبه الصالحين دول، نقوم احنا بقى بالظبط مكفرين هؤلاء الناس لان هم صالحين وبيقولوا الكلام ده، هم دول العلماء، هم دول اللي احنا لازم، يعني هل ذلك من تمام الوحدانيه لله؟ حديث عن الرسول يعني كلام يمكن الرسول يكون قاله مش اكيد. فعندما يقول بعضهم ان الامه هتنقسم ل 73 طائفه منهم واحده بس نجيه، يا ترى هي دول بتوع توحيد الالوهيه والربوبيه؟ اعذروني ان لم اجد كلمه غير الكلمه اللي انا هقولها دي عشان اعبر بيها. عندما يقوم احد الناس بعمل اي شغل وسخ، صنعة معينة، بنرد عليه صنعته. وعندما يقوم أحد المشايخ بعمل شغل وسخ، وإن هو يعني لأن ما فيش أوسخ في الدنيا من الفتنة والتوقيع ما بين الناس وتكفير الناس، فإن أنا أقول إن هذا شغل وسخ ده يعني لا 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 يساوي شيء جنب إن الواحد يكون فتان وخباص ووقاع ويقع بالشر ما بين الناس ويوقع الناس في بعضها بحروب وكفر. فإذا كان بعض هذا الناس شغلهم شغل وسخ بهذه الطريقة، يجب علينا أن نردهم وأن نقول لهم بطلوا الشغل الوسخ واشتغلوا شغل نظيف يأكلكم لقمة عيش حلال. مشايخ الفتنة إنسان وليه حقه اللي كرمه ربنا به كإنسان، ولكن أن يكون شغل وسخ، هذا الشغل الوسخ غير محترم ولا نحترمه لأنه تعدى حقوقه وتعدى على حقوق الآخرين.